اشوف انه البعض من عندكم انت ظهر العلاقة قديمة فعلا ورحل من عندها وبلش بالبدء او راح يبلش بالفترة الحالية، ولو انه هاي طاقة الفترة الحالية انت مفعم بالحب ومفعم بالحيوية، الحنان، العاطفة متدفقة عندك من جميع الجهات. انت بالفترة الحالية اشوف انه ممكن تكون هاي الورقة ورقة العلاقات الجديدة او حتى الصداقات، فانت ممكن تكون بالفترة الحالية واصل مرحلة كبيرة من العاطفة من الحب. ممكن يكون الله عوضك بشخص دا تحس انه هذا الشخص راح يملي الكوب الفارغ اللي كان موجود عندك بالسابق وانطيته ظهرك ورحت. البعض من عندكم ممكن يكون يتعامل ويا شخص هنا الطاقة اللي وراها طاقة الشريك، هي طاقة ذا ماجيشن طالعت لي. فممكن انت الشخص اللي انت وياه بالفترة الحالية قاعد يشوفك انه انت جذاب بالمرتبة الاولى، انجذاب اتجاهك انجذاب عالي، سواء كان انجذاب جسدي انجذاب عاطفي انجذاب فكري، المهم اشوف انه اكو انجذاب كلش قوي من هذا الشخص اتجاهك. هذا الشخص ممكن يكون صار بينك وبينه حب من اول مرة حكيتوا بيها او حتى من اول نظرة، اكو مشاعر بلشت تنبني بينك وبين هذا الشخص من بعد فترة انت مليت بيها، قلت لك كنت باقي بمكانك، يعني كانت عندك مراوحة بالمكان، انت ما قادر انه تتقدم خطوة ولا ترجع لورا، انت كنت مستقر تنطي ظهرك لهواية اشخاص، لهواية ناس موجودين بحياتك، سواء كانوا اصدقاء سواء كانوا ناس منافقين من المقربين او حتى اذا كان شريك نفسه عاطفة شريك العلاقة بينك وبينه كانت بها نقص. من بعد فترة انت كنت ما تعرف ايش تختار، مريت بها بحيرة. ممكن البعض منكم يكون ما كان عنده ادراك انه ما قادر يعرف هو شنو يريد بنفسه، يدخل العلاقة تكون طويلة الاجل وتوصل للزواج وينسحب منها، لانه هو اساسا برج القوس بطبعه يخاف من فكرة التقيد، يخاف من فكرة الارتباط الجاد والزواج. فاشوف انه انت بالفترة الحالية بلشت تتعرف على نفسك اكثر، بلشت تعرف شنو اللي انت تريده، صار عند انت هسه من بعد مرحلة المراوحة بالمكان صارت عندك مرحلة اتخاذ القرار، من بداية جديدة انت بحياتك بعلاقاتك بافكارك حتى بعاطفتك كلها اكو بدايات جديدة، يعني عندك من جميع الاصعدة موجودة. فهاي الطاقة العامة اشوف هذا الشخص منجذب الك. اللي بعد هذا اشوف اكو شخص متلاعب موجود بحياتك، ممكن تكون انت كشفته هذا الشخص، هذا الشخص ممكن تكون انت كشفته وقطعت علاقتك بيه. البعض من عندكم اما اعرف شخص على حقيقته وقطع علاقته بيه نهائيا، او بالفترة الجاية راح يكشف شخص وراح يقطع علاقته بيه، وممكن يعني نقول يصير بلوك بينك وبينه. اشوف اكو شخص من الماضي كنت تتعامل وياه، ممكن يكون من برج ترابي، راح يجيك، طبعا برج الجدي موجود، راح يجيك هاي الفترة هذا الشخص وراح يحاول انه يصير بينك وبينه رجوع او حتى مصالحة، راح يقدم لك عروض واعتذار، ولكن اشوف انه هذا الشخص ما راح يكون صادق بالوعد اللي راح ينطي لك بالفترة الحالية. راح يجيك يدخل بحياتك فجأة يعني ويبين لك حب ومشاعر واعتذار، وبعدها راح يرجع ينسحب من حياتك. ممكن تكون اكو اسرار تخص هذا الشخص انت لحد الان ما تعرفها او هذا الشخص ما قايل لك عليها، وممكن هو يكون بالفترة الحالية قاعد يراقبك بالسر، فاحذر من هاي الطاقة. على الصعيد العام اشوف البعض من عندكم يا برج القوس ما شاء الله اللهم بلا حسد، البعض منكم راح يبدي هاي السنة عندكم تغييرات سريعة، نقلة سريعة ممكن تكون بالعمل، عندكم سفر مفاجئ راح يصير. البعض من عندكم اشوف اكو علاقة راح تترسم، ممكن تكون العلاقة جديدة او حتى ممكن تكون قديمة حسب كل شخص. اشوف اكو علاقة راح تترسم، العلاقة بينك وبين شخص ممكن امور راح يصير تغيير مفاجئ سريع بحياتك، او حتى يصير عندك موضوع ارتباط ولكن سريع انت نفسك ما راح تحس بيه، شيء مفاجئ راح يصير ولكن ايجابي. البعض منكم اشوف عنده زواج، عنده ارتباط ان شاء الله بهاي السنة موجود من اشخاص من ابراج مائية هنا موجودة عندي، وايضا ابراج برج الثور ايضا موجود هنا. فاذا كنتوا تتعاملون ويا هاي الطاقات اللي قلت لكم عليها، واشوف اكو موضوع زواج راح ينفتح فجأة وياك، والبعض منكم ايضا موضوع سفر، عجلة الحظ طلعت وياك وانت صاحب الحظ كله، ان شاء الله هاي الامور كلها راح تتحسن بهاي السنة
والحظ راح يكون حليفك من صدق، لانه يقولون هو النظره اللي ماخذيها على برج القوس انه هو محظوظ محظوظ محظوظ، ولكن هو صح هو كوكب كوكب الحظ، بس الظاهر انه هو من يوزع الحظوظ على باقي الابراج ينسى انه يبقي لنفسه حظ. فهاي السنه اشوفها سنه الحظوظ لك يا برج القوس ان شاء الله، خاصه على الصعيد العاطفي اشوف لقاءات مثمره، علاقات حب جديده راح تبلش بيها، راح تخلي حد لهواي ناس بحياتك كانوا موجودين قبل. وايضا البعض من عندكم اشوفه راح يبلش السنه بزواج او خطوبه، موضوع زواج بعض منكم ممكن يكون حتى الزواج زواج تقليدي شخص من العائله من الاهل، والبعض الثاني ممكن يكون زواج مفاجئ مثل ما قلت لك انت ما كنت محسب له، يعني فجاه اكو موضوع زواج راح ينفتح اشوفه في بدايه السنه ان شاء الله اول ما تبدا السنه. هسه خلونا نقرا الطاقه العامه للسنه، قلت لكم اياها من بعد حيره وتردد بين شخصين، اشوف انه ممكن البعض منكم كان محتار بين شخص كانت علاقه سابقه بيه موجوده ومنتظر انه هذا الشخص يرجع، او انه هذا الشخص مثل ما نقول يتغير ولكن ما من عنده، فاشوفك راح تنطي ظهرك العلاقه من اول ما تبدا السنه، او انت اوريدي منطي ظهرك، انا اشوف يعني من نهايه شهر 12 من نهايه السنه انت انطيت ظهرك العلاقه ودخلت مغامره جديده او قررت انه تبلش شيء جديد. البعض منكم ممكن يكون كانت عنده مشاكل ويا الشريك السابق من الشهر الثامن، او حتى انفصل بشهر الثامن وبلش يتطلع، بلش يعني يشوف الامور اوضح من بعد ما كانت اكو ضبابيه، ولحد الان اشوف اكو ضبابيه اكو اسرار موجوده راح تنكشف لك ان شاء الله تدريجيا خلال هاي السنه. على الصعيد العملي اشوف البعض من عندكم ممكن يكون بالفتره السابقه ترك عمل كان يشتغل به، العمل هذا كان متعب، او ممكن حتى يكونون اكو اطراف خارجيه هي اللي تسببت بانه انت تركت هذا العمل، او حتى انه انفصلت من عملك. اشوف منتظر حق يرجع لك على الصعيد العملي، او ممكن بعض الناس اللي عندهم حتى تكون محكمة، لانه ايضا تنطبق على قرارات المحكمة، فاشوف انه ممكن البعض من عندكم يكون اتعرض لظلم معين او عنده معاملة بمحكمة او عقد او حتى شيء يخص الشغل، الورقة اجتي معدولة مال المحكمة، فانت راح تسترجع حق ضايع، خاصة اذا كان هذا الحق ضايع من شخص من برج الميزان او برج هنا ترابي همين ايضا موجود عندي، فاشوف انه الحق اذا كانت على سبيل المحاكم فاشوف انه المحكمة او القرار راح يكون من صالحك انت، القرار راح يرضيك واكو عدالة راح تتحقق اتجاه موضوع معين انت كنت مظلوم به صار لك فترة طويلة ومنتظر انه يصير بيان به او حتى قرار تتخذ، والقرار راح يكون من صالحك. هاي يعني على صعيد المعاملات. البعض من عندكم اشوف بداية السنة راح يبدأ توقيع عقود جديدة، اكو عقود جديدة دا اشوفها قاعد تتوزع، البعض الثاني اللي منتظرين مثلا معاملة شراء بيت شراء منزل، اشوف انه هاي السنة راح يصير عندك اكتفاء ذاتي، عندك اموال هواية راح تحصلها، اكو رزق راح يجيك فجأة، اكو مساعدات من ناس مقربين من عندك راح تكون. البعض من عندكم يا برج القوس اللي هاي السنة منتظرين ينتقلون الى بيت ثاني او حتى شراء بيت، فاشوف انه هذا الشيء موجود وراح يتحقق وياكم بعد النصف الاول من السنة. اشوف عندك شراء بيت او سيارة البرج القوس، انت ممكن تكون محتار بين هاي الشغلتين، اذا كنت محتار بيناتهم فاشوف اكو سيارة او بيت هاي السنة راح تشتريها انت يا برج القوس ان شاء الله تتحقق لأغلبية من عندكم. أوضاعك العملية أشوفها مستقرة، بدايات جديدة بالعمل، البعض منكم راح يدخل عمل جديد أو مشروع جديد راح يشتغل عليه وراح هذا العمل يثمر وراح يصير عندك تحسن بالأوضاع بصورة عامة. على الصعيد الصحي أشوف البعض من عندكم ممكن يكون هذا مدى أشوفه لك أنت يا برج القوس، ممكن البعض من عندكم راح يهتم بشخص بصحة شخص صغير بالسن، ممكن يكون ابن اذا كنت متزوج، او ممكن يكون اخ صغير شخص من العائلة راح تشيل همه ببداية السنة، ممكن يكون عنده تعب صحي بس الامور يعني اشوفها راح تعدي على خير وهذا الشخص راح يتشافى. ما اشوف لك يعني امور صحية مخيفة ولكن اشوف المقربين من عندك الشخص من العائلة. خلونا ننتقل للصعيد العاطفي، بالنسبة للمرتبطين اشوف عندكم عدم وضوح بالفترة الحالية، تشويش، اكو هواية عروض، اكو هواية ناس قاعدة تحاول تدخل بحياتكم بهاي الفترة، ممكن تكون عندك حيرة
اتجاه الشريك اللي انت تتعامل وياه. اذا كان هذا الشريك من برج مائي ممكن يكون عندك بعض الحيرة اتجاهه، التردد، ممكن تكون عندك مخاوف حتى اذا تحاول تدافع عن نفسك بعلاقة. البعض اللي داخلين علاقة جديدة خاصة اشوف انهم عندهم خوف من انه يستمرون بهاي العلاقة، خاف يتكرر بيهم الشيء اللي صار بالماضي. عندك مخاوف بس اشوف انه انت بمركز قوة وانت قادر على انه تدافع عن نفسك بهاي الفترة اتجاه الاشخاص الغير حقيقيين اللي يدخلون بحياتك ولابسين قناع. فاشوف عندك شوية راح يصير يعني الوضع العاطفي بالنسبة للمرتبطين، اكو شوية تردد راح يصير بداية السنة، تشويش، عدم وضوح، هواية امور ببالك، مركز باكثر من موضوع، خاصة الناس اللي عندهم عمل اساسا اشوف تركيزك راح يكون على العمل. ممكن انه البعض من عندكم راح بداية السنة يشوف شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء اللي راح يشوفه راح يسبب له نوع من الخلاف بينك وبين الشريك بسبب موضوع يخص تواصل اجتماعي، او ممكن يكون اوريدي هذا الشيء صاير وياكم، شفتوا شيء بالتواصل الاجتماعي يخص الشريك اللي انتوا وياه وهذا الشيء سبب لكم طاقة دفاعية. فانت اشوفك من النوع اللي كلش حذر بهاي الفترة ويا الشريك او ويا علاقاتك بصورة عامة، لانه هي العاطفة هم تشمل ممكن اي شخص. اشوف عندك تردد وعندك النوع من الحذر الشديد اتجاه العاطفة، خايف انه تنجرح. انت مريت بمرحلة صعبة، مريت بازمات، انت بالسابق تحاربت وحاربت على موت شخص وهذا الشخص ما طلع قد التضحية، فهسه هذا الشيء مسبب لك شوية مخاوف يعني تردد تشويش. اكو هواية ناس ممكن تكون قاعد تعرض على برج القوس بالفترة الحالية مواضيع علاقات، مواضيع زواج البعض من عندكم، وهو عنده تردد وقلق مخلي حاجز بينك وبين الناس المرتبطين. خاصة اشوف ممكن انت بالفترة الحالية تكون مخلي حاجز بينك وبين الشريك، او حتى انه القراءة عكسية، ممكن الشريك يكون اكو تباعد بينك وبينه بهاي الفترة صاير، وهذا الشيء مسبب لك قلق. لانه هنا عندك ورقتين طلعت لي، ورقة مخاوف، ورقة اوهام، ورقة شكوك، تحس انه اكو اسرار مخفية، وهي فعلا اكو اسرار مخفية عندك بس راح تبلش شوي شوي تتوضح الصورة امامك بالفترة الجاية. اكو عندك اشخاص راح تكتشفهم على حقيقتهم. اشوف رجوع لك شخص من الماضي، مو رجوع وانما هذا الشخص راح يحاول انه يتلصص يدخل لحياتك فجأة هيك سريع سريع، او حتى ممكن يكون مراقبك على التواصل الاجتماعي، مراقب شنو تنزل ويريد يتدخل باللحظة مثل ما نقول المناسبة حتى يرجع يخرب التوازن اللي موجود بحياتك او حتى العلاقة اللي انت دخلت بها. فاشوف عندك موقف دفاعي، البعض من عندكم اشوفه متمسك بشركة او حتى شريكة متمسك به بصورة كبيرة، رغم انه هو عنده تردد وحيرة شوية تشويش اتجاه هذا الشخص. ممكن يكون اكو مشاكل من اطراف خارجية قاعد تسبب بينك وبين الشريك تكون، وهذا الشيء هو اللي مخليك بمركز الدفاع، مركز العناد، انت متمسك. البعض منكم ممكن يكون اكو زعل صاير بينك وبين الشخص اللي مرتبط به صار لفترة 7 ايام. اشوف انه هذا الزعل اللي بيناتكم راح ينحل وراح تتراضون، خاصة اذا كان قلت لكم يخص موضوع تواصل اجتماعي او موضوع يخص التواصل. ممكن يكون شايف شيء وهذا الشيء مخليه بهذا الموقف الدفاعي برج القوس. بالنسبة للعزاب ولكن يعني المرتبطين بصورة عامة، اشوف الامور بيناتكم راح تتحسن، واكل بعض من عندكم مثل ما قلت لكم خاصة اللي مبلشين بعلاقات جديدة، اشوف انه البعض منكم راح تترسم العلاقات وراح يكون اكو هنا طاقة زواج مفاجئ وسريع، تغييرات سريعة راح تصير بالعلاقة اللي بينك وبينه بين هذا الشخص. وهنا اكو شخص رب العالمين راح يخليه بطريقك، مثل ما نقول يعني علاقة اللي بينك وبينه راح تكون علاقة قدرية. هذا الشخص ممكن يكون مر بمتاعب بالسابق، و يعني انتو مثل ما نقول عوض رباني صار، انت عوض له وهو عوض لك، فاشوف لكم بداية جديدة وعواطف بيناتكم راح تتدفق بصورة كبيرة والامور بسرعة بسرعة راح تمشي. انت ما راح تحس بيها نفسك، ما راح تعرف انت يعني شلون الامور هيك تسهلت وصارت، كلها بتوفيق من الله. بالنسبة للعزاب اشوف اكو شخص مراقبكم صار لفترة كبيرة، هذا شخص معجب بيكم وموجود هو بالفترة الحالية بالهالة مالتكم، هو موجود هذا الشخص وموجود بحياتكم ولكن انتو ما منتبهين اليه.
هذا الشخص إذا كان موجود وبعدها معبر عن مشاعره فهذا الشخص من صفاته إنه هو شخص هادئ، ما يحب يحكي هواية. هذا الشخص غامض، عنده نوع من الغموض، دائما يخليك تحس إنه يصير عندك فضول تكتشفه. أنت عندك فضول إنه تكتشف هذا الشخص، تكتشف مشاعره، تكتشف أشياء عن حياته بصورة عامة، ولكن هو من النوع الكتوم اللي ما يحب إنه يخلي حياته معروفة للناس كلها، يحب الخصوصية. حتى بينه وبين شريكه إذا ارتبط هذا الشخص بيك فراح تحس إنه دائما أكو حاجز بينك وبينه، أكو تباعد، لأنه هذا الشخص أشوفه كتوم وما يحب يحكي هواي بالماضي، ما يحب يحكي عن أوضاعه الخاصة، يعني يعرف وش وقت يحكي وش وقت يسكت. هذا الشخص كشكل أشوف شكله كلش حلو، يعني أنت راح تنجذب بشكله بالبداية، وبعدها شوي شوي تبلش تتعرف عليه، كل ما راح تتعرف عليه راح يزيد بينك وبين المشاعر أكثر، ولكن أنت عندك مخاوف اتجاهه. هاي بالنسبة للناس اللي هذا الشخص موجود فعلا هسه اللي دا أحكي عليه، أنت عندك مخاوف اتجاهه لأنه أنت ما قاعد تفهم هذا الشخص شنو نوايا، هذا الشخص شنو اللي يريد. أنت أشوفك يا برج القوس خاصة العزاب بالأمور اللي تخص العاطفة، أنت دا تحاول إنه تمشي على الطريق الصحيح، الطريق المضبوط. البعض من عندكم أشوف إنه ما يريد يرجع يدخل بعلاقات مرة ثانية، دا يفكر بارتباط، فيريد كل شيء يمشي حسب ما هو مخطط، يريد يمشي كل شيء بالطريق الصحيح، الطريق الواضح. ما يحب يعني إنه يضل أكو أمور مخفية، أكو أسرار. طبعاً هاي أيضاً طاقة برج الحوت موجودة، فممكن الشخص هذا اللي دا أحكي عليه يكون من برج الحوت أو من برج الأسد. هو هذا الشخص اللي انتو ممكن تكونوا معجبين به، او حتى يعني الطاقة ممكن تكون عكسية، ممكن يكون هو هذا الشخص معجب، بس اشوف اكو تعبير واضح عن المشاعر، اكو بدايات جديدة، اكو حب، اكو حب بهاي الفترة، راح يكون حب قوي جدا، والعاطفة راح تتدفق من عندك بهاي الفترة. انت مليء بالحب ومستعد انه انت تدخل بعلاقة جديدة، مستعد انه انت تعوض التعب والحرمان اللي مريت به بالسابق رغم المخاوف اللي عندك، ولكن برج القوس دائما متفائل ودائما يقدر يعدي المراحل بدون ما يتعب هواية. يعني ياخذ فترة الحزن، يعرف الفترة الكافية، يعرف شو وقت يبدأ صفحة جديدة، شو وقت يبدأ بداية جديدة. بالنسبة للمنفصلين اشوف انه المنفصلين والرجوع، المنفصلين أشوف إذا كنتوا منفصلين عن شخص من برج ترابي، فأنتوا هذا الشخص لحد الآن مثل ما قلت بداية قراءة أنتوا ما تعرفوا على حقيقته. الشخص اللي من برج ترابي أنتوا منتظرينه، هذا الشخص أشوف عنده أسرار هواية، عنده كذب هواية، عنده تلاعب وعنده نوع من التباعد. هذا الشخص بالفترة الحالية مو صريح وياكم، أو حتى بالسابق هو ما كان صريح وياكم بخصوص موضوع انفصالكم، أكو أمور هواية مخفية عند هذا الشخص وما قاعد يبينها لكم، اكو اشياء مضمومة عليك يا برج القوس من شخص ترابي انت قاعد تتعامل وياه. هذا شخص مو واضح وياك، مو صريح، عنده امور انت اساسا عندك شكوك ومخاوف اتجاهها، ويعني دا تحس انه اكو شيء غريب بعلاقتك وياه، اكو شيء مضموم، احساسك بمحل. لا اشوف هذا الشخص عنده نوع من العناد، ممكن يكون هذا الشخص منتظرك انت اللي تروح تصالحه وتراجع رغم التلاعب اللي موجود عنده. فخلينا نشوف شوية، نوسع الطاقة بالنسبة للمنفصل.